الدفاع الثنائية المتعودين عليها في الفترة الماضية، جمال حركاس الوجدي السابق ومروان الأدودي الجديد. يا أبو شعيب بينما الكرة العرضية في الوقت الراهن مشاهدي الكرام، لا في مباراة الصيفية ولا في مباراة لامازولو، يسترجع الكثير من الامكانيات على فكره. يرفع كره بادي بانجا والمتابعه لحارس المرمى موسى كامارا، على فكره اخر متقدمه الكره رجويه دم الحركيس. هو في صافره، في صافره، نعم خطا موجود، خطا موجود والضربه حره. مباراه ليست بالساله صحيح. تيره الهجمه يا متولي والبينيه وفيها الركنيه، هنا ذكيه التمريره من متولي. متولي يرفع في القائمه الثانيه او يوقف اللاعب لانه في سقوط للاعب غيني في هذه اللحظات. هابا هذه وامام اوكلاند اكيد واحده من المباراة. وكره بالراس خروج يا مروان، نعم مروان فخ من العرضيه زريده، العرضيه وشبيره والتسديده من يتابع فيها الصافره، فيها الصافره وصول زكريا، ولكن الصافره الموريتانيه تسبق هنا الانطلاقه لزكريا. هذه خطيره والتغطيه الدفاعيه مباشره الى هنا الركنيه الاولى لفائده الحوريه. عموما هناك روبا جون غير معقول العرجون وما يسددش، مره جانبيه ومره جانبيه بالسلام على مروان فخر. كم كانت صعبه هذه الكره، كم كانت صعبه هذه الكره. ناكري دياو يقطع هذه الكره، الحكم صفر خطا بالفعل، الحكم يشير الى وجود خطا في هذه الاثناء. اعاده مره اخرى المخالفه المرتكبه الى الركنيه في القائمه الثاني، والراسيه مره جانبيه، الراسيه مره جانبيه هنا عن التحضير والتسديد. الهدف الاول يضيع، الهدف الاول يضيع يا زكريا الوردي. الفرصة نعم والتسديدة لزكريا بعد تحضير ممتاز لمحسن متولي، يعني في عدد لا بأس به، هذا هو المطلوب في الفترة القادمة. وحيد يا بادي، يلا يا بادي، يلا يا بادي يرفعها. هنا كان في مضايقة من المدافع، تصل لموسى كامارا، باري بانجا، باري بانجا، والخطأ يقول الحكم. لا ننسى كذلك الأسماء العربية، الشيخ المدرب. خطيرة هذه، خطيرة، تدخل تغيلية غير معقول. بافور، بافور مرة جانبية، يتركون لهم المجال ليسدد العرجون، والكرة تذهب إلى حارس المرمى موسى كامارا. شبيرة في الصعود وشبيرة في العرضية، لكن جدا ولكن دائما هو الكونغو كابانجو، كابانجو الأسرع موسى كامارا يقطع الطريق أمام الكونغولي في فرصة واعدة من أجل موري عبد الله بالرباط. سطير الأمام هو انطلاقة والتسديدة، لكن الراجا لما رفع الإيقاع صار أخطر. هذه الإعادة، هذه الإعادة، فأكيد هناك أخطاء ستحصل في دفاعات فريق الحورية. في مرتدة، حذر من المرتدات، ما يمرش، ما يمرش في هذا المرتد، وفي بطاقة صفراء. الوردي، الوردي، الوردي في كارت اصفر. هذه الاخر تسدد هذه الكره، برافو يا مروان، برافو يا فخر، برافو يا فخر في هذا التات، والجول ممكن، والجول، والجول، والجول. متولي اليوم محسن منغيرو هو الذي يبعث بالفرحه للانصار، هو من ياتي بالخبر السار. أمام لامازولو بخبرة السنين وبذكاء وبمهارة وبفنيات عالية جدا، الدقة الحاضرة والتايمينج الحاضر واللمسة الكبار حاضرة يا محسن يا متولي، برافو، برافو. بعد الخطأ الفادح من حارس المرمى والتقدير السيء من المدافعين، الأولى من كامارا والمتابعة الممتازة بدقة متناهية، يحط الكرة في الشباك الغينية. 1-0 للكتيبة الرجوية، محسن متولي المنقذ، من غيره، من غيره، من غيره. في الأوقات الصعبة يظهر متولي، في الأوقات الصعبة وفي الضغط الكبير هنا متولي.
متولي يحضر، هنا متولي يحضر ليسجل نعم هدف يعيد الثقة من جديد. الكتيبة زريدة، فيق معنا يا زريدة، فيق معنا شوية يا زريدة. وسط الكرة على الجهة اليسرى ضاعت بعد ذلك، رتبة لك خطيرة، دي خطيرة يا مروان يا مروان يا مروان يا مروان يا مروان، برافو يا جمال يا حركاس. جدار رجاوي أمام المادة الهجوم يا الغيني، تلعب هذه الركلية هون اللي فاتت الحورية في القائمة الأول. كم كانت صعبة، شوف الإعادة، يخرج في تايمينغ رائع جدا مروان فخر. والثانية الثانية، وين المراقبة وين المراقبة، تركوه يسدد، لكن جمال 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 حاضر مع عبد الإله، يعني الشبيهة بلقطة سطيف مع فريق أمازولو اليوم. تمشي الكرة هنا في وسط الميدان على الجهة اليسرى، عمير عرجون العرجون. الراجا كأداء يتحسن في هذا الشوط الثاني، لكن دائما نتكلم عن اللفوات في الدفاع. والكرة ومروان برافو، ومروان برافو، فخر من جديد يتعملق في برافو يا مروان يا فخر. إن غاب الزليتي ولكن هناك حارس لا يقل قيمة، حط الجبيرة العودة الخلف. الآن الراجا صار متحكم في مجريات اللعب. بيليا ممتازة، بيليا ممتازة، ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل. والثاني والثاني والثاني، غير معقول. أو يا فابريس، لم تكن دقيقة للعرضية، لا زالت الهجمة هنا من مذكور في لقاء الأمازولو. تمشي كرة من جديد في منتصف الميدان، ولا أنسى دور طبعا مروان فخر لأنه كانت عنده تصديات مميزة في الشوط الأول وحتى في الجولة الثانية. تمشي كرة من جديد لحورية خطيرة، دي فخر. برافو يا مروان، برافو يا مروان، 10 على 10 يا مروان. للتو كنت أقول أشيد بك يا مروان، وها أنت تؤكد كلامي يا مروان يا فخر. يطير 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 مروان، يتصدى لكرة صعبة، كرة مروان يلعب الكرة للأمام. أكيد الحكم سيضيف بعض الوقت لأنه كان في توقف قبل حين بسبب إصابة اللاعب زكريا. سيعود زكريا الوردي، سيعود إلى عرضية الميدان. تمشي كرة أمامية هنا بالرأس، فابريس مرة أخرى وصلت على الجهة اليسرى، محاولة المرور لفائدة فريق الراجا النهيري. لا زالت رجاوية، لا زالت رجاوية. هنا أضع النهيري، جبيرة يصعد في عملية ثنائية مراوغة بجديدة، والحكم يطلق الصافرة.